supporters getting involved in the festivities. The players are still out here. I think everyone is pretty much still here. Stefan Bajcetic is just behind us and speaking to some fans at the Kop. Klopp is out on the pitch. We've had Mo Salah playing. حارس الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على وداع مدربه الألماني يورغن كلوب المدير الفني الراحل برسالة مؤثرة عبر حسابه على إكس عبر خلالها عن مشاعره بعد سنوات من العمل سويا. وقال محمد صلاح عبر حسابه: وداعا يورغن كلوب، لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية. وأضاف محمد صلاح: أتمنى لك حظا سعيد في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى. وفي سياق آخر احتفل محمد صلاح لاعب ليفربول بنهاية الموسم مع الريدز بنشر صورتين مع ابنتي مكة وكيان عقب نهاية المباراة مصحوبة بعلم مصر قبل بدء أجازة طويلة. ويحرص محمد صلاح وعدد من لاعبي ليفربول على الاحتفال بنهاية الموسم مع أسرهم في المباراة الختامية في الدوري الإنجليزي بشكل سنوي، وهو الأمر الذي تظهر فيه عائلة الأسطورة المصري محمد صلاح.